وعليكم السلام. كيف الحال؟ كيف حالك؟ تبارك الله يحييك. الحمد لله. تباركم. صباح الخير. كيفك يا احمد؟ محمد. 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 الحمد لله. الحمد لله. شكرا. شرف لي والله اني اكون هنا ثاني مره. طبعا ثاني مره. الحمد لله. شكرا. اهلا وسهلا فيك محمد. كنا عم نحكي عن آلة الجيتار وجماليه هاي الاله. بالبدايه وقبل كل شيء خبرني عن علاقتك انت مع جيتارك. انا شايفه في كثير قصص خاصه فيك. صح. أيوة. جيتار لمحمد مبين. نعم. خبرني عن علاقتك انت بهذا الجيتار. علاقتي مع الجيتار مثل علاقه اي فنان بفرش، مثلا بفرشاته او بقلمه. 24 ساعه مع يكتب فيه او يرسم فيه. انا نفس الشيء 24 ساعه تقريبا. يعني احاول كثر ما اقدر ان وياي يكون 24 ساعه وابدا اعزف عليه ولا بس الخبط اي شيء. يعني حتى لو هو في يدي على الاقل ما اعزف احس اني انا كامل. ما في شيء ناقصني. اذا خبرنا عن بداياتك انت، كيف بديت تحب الجيتار واول يوم استعملت فيه الجيتار ومن اللي حببك فيه؟ اذا كان في حد كان ما حد حببني بالجيتار، بس انه يعني انا من بديت اتعود، يعني من تعرفت على اغاني الروك شفت ان اساسه هو الجيتار. ف يعني اشتريت الجيتار. واول شيء اول يعني اول مره انا استخدمت جيتار اخوي جاب لي هديه. فاول شيء ما كنت اعرف اسوي فيه اي شيء، بس يعني كان هاي البدايه. هو جاب لك اياها هديه، انت قمت هاي الاله قلت خلاص استعملها وابدع فيها. ايوه هي. نعم. فعلى اول ايام ما كنت اعرف اسوي اي شيء، بس عقب يعني زين كان في يوتيوب على هذيك الايام. كان 2010 2011، فبديت شوي شوي اتعلم من اليوتيوب ومن هناك بدا كل شيء. ما شاء الله عليك، من غير مدرس ولا شيء لا كله. طيب محمد، بتحس انه الجمهور العربي والخليجي بشكل خاص متقبل هذا النوع من الاغاني الروك او الاغاني الصاخبه؟ مش نسبة بسيطة تقريبا، وان شاء الله يعني هالشيء قاعد يزيد شوي شوي. من الناس يبدون يتقبلون الشيء، يعرفون ان كل فن له ميزة معينة. صح. ولو ان اغاني الروك يعني هي شوية صخبة، بس ان لها 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 سبب معين. انا اشوف اغاني الروك مثل يوم الشخص يروح صالة رياضية يبي يتمرن، فيطلع طاقاته كلها في التمارين الشاقة وهالاشياء. انا اشوف اغاني الروك نفس الشيء. لما انا اكون على الستيج اعزف اغاني الروك مثل تمرين بالنسبه لي، لان في وايد يعني في وايد كيف اقول لك، جهد كبير جدا. والعزف طبعا مش سهل حق الروك، يكون سريع ويكون قوي جدا. فكل كل كل فن له ميزه معينه. يمكن الروك بعد لازم يكون معه فرقه موسيقيه، ما يكتب الروك اذا ما كان شخص. صحيح. واحد معين. طيب. يكون مجموعه. نعم. صحيح. نعم. ما بدنا كثير نحكي محمد، بدنا نسمع كمان. أكيد. يعني حاضرين. نعم. تعطينا نسمع شوي من عزفك وادائك، شو بتحب تسمعنا؟ معزوفه من معزوفاتي. اكيد. خلينا نشوف. اوكي. ما شاء الله عليك. عن جد ما شاء الله. هاي تأليفك؟ يعني ها. أوكي. فغنية من الأغاني اللي عندي. ما حاولت مرات تعزف وتغني بالعزف العربي مثلاً أو باللقاء العربي مع الجيتار، ولا تحس أنك تبعد عنه؟ بعدني قاعد أحاول أمكس هال الفنين هذيلا. وفي يعني خطط مستقبلية، بس حالياً إنه بس أبى أثبت اللي هو معنى الروك هني في الإمارات. وعقب ان شاء الله يعني قريب انا قاعد احاول اني امكس الفن العربي مع الروك. تثبت معنى الروك بالامارات. الجمله يمكن كثير صعبه وكثير مسؤوليه عليك. خبرني، في مثلا مشاكل تحديات واجهتك خلال هاي المسيره؟ من 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 بديت هالشيء قبل 8 شهور 9 شهور، في وايد انتقادات جت. حتى لما اكون على الستيج وانا دائما اعزف بالكندوره لو شو ما يصير، حتى لو معي فرقه بالكندوره دائما في انتقادات ان هذا شو يسوي، ولا انه يوني يكلموني انه حشره، ولا انه يقولوا لي شو تغنيها، غني اي شيء عربي. بس مثل ما قلت الفن ما له
لغة معينة صحيح. فدام أنه في النهاية فن، والفن يعني الفن يختلف عن الثاني. في النهاية إذا أنا بس قاعد أسوي الشيء اللي أنا أشوفه صح، اللي قاعد يفيدني أنا ويفيد يعني الفن مالي يفيد المجتمع ويفيد البلاد، اي انتقاد ممكن اتقبله، بس انه في النهايه ما بي كسرني ولا شيء. يمكن احنا نعرف الروك اند رول يمكن في الدول الاجنبيه دائما يدخلون فيها اللغه الاجنبيه بالغناء عندك، فتحس انه راح يكون في ميكس حلو اذا كان روك اند رول بس تقعد تغني فيه بالعربي. نعم اصلا احنا تعودنا على هالشيء من كنا صغار، لو تتذكرون اغاني سبيستون كان في الروك بس انه يكون بالعربي، العربيه الفصحى بالضبط. فانا هل اللي قاعد احاول اسويه الحين على اساس ان حتى الاجيال القادمه ولا الاجيال الحاليه انه يبدون يسمعون هالشيء ويقولون اوكي، ان اذا في ولد صغير يحب الروك وكان يعني كان يحاول يقرر بين الانجليزي والعربي وشاف انه ما في اغاني عربيه، عقب بدا يسمع الاغاني الكرتون القديمه اللي احنا تعودنا عليها اكيد ممكن يكون عنده مجال انه يتفنن في هالشيء. فليش لا؟ سمعنا شيء لو عندك اي معزوفه مع مقطع عربي مثلا او سبيستون. والله العزف ما في شيء عربي، غنى فيه. اوكي غنى اوكي غنى اشوف. حتعزف لنا شيء من سبيستون؟ بغني لكم شيء من سبيستون. يلا رجعنا للطفوله شوي. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمنا في هدوء الليل، من هو الصامد المغامر في وجه السيل، ويبعد عن عينيه الراحة ويتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما لتحقيق الإنصاف، وخيال أبيه في الأحلام يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب، سيظل بطل القناص بكل الصبر والإخلاص يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما للإنسان. ما شاء الله عليك. شكرا. طبعا هالقناص الكل يعرفه. لا أكيد أول ما سمعت تذكرت الرسم هو نفسه. تبي تسمع أغنية ثانية ولا شو؟ ترجعني لأي مرة؟ أنا أعرفه الحين يوم غناها عرفت الرسم هو أي واحد. القناص. القناص كان تقريبا صح. قد ايه يمكن حب الاطفال لبعض المسلسلات يمكن، او خلينا نقول بعض الكرتون اللي اغانيها بتكون فيها روك، بتخلي الطفل قابل انه يكون موسيقي مثلا، يعزف على آلة الجيتار ويتوجه للروك؟ صحيح. احس بغض النظر مو بس لو كان روك، لو كان يعني حتى لو كان اظن في وايد اغاني كرتون كان فيها عود على ما اعتقد، فاحس مهما كان الفن نفسه او طريقه الموسيقى، يعني سواء كان روك او يمكن بس بيانو لحن او بس عود، احس انه شيء حلو ان الطفل يكون عنده اكثر من شيء يختار منه او ممكن يتنوع منه. فاحس ان خلينا نقول يعني اللي 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 سووا هالاشياء من التسعينات والثمانينات احس ابدعوا فيه. فاحس ان انا واحد من هالاطفال اللي سمع هذا الشيء. فانا سمعت هالشيء مثلا القناص ولا ابطال ديجيتال، اوكي حبيت الروك. ترى الحين قاعد تقول لي انا عمري تمكنت اسمع الاغاني هي نفسها، بس ما عمري لاحظت ان هذا روك بالنهايه. فاحنا كنا اطفال كنا نتمشى مع اشياء ثانيه، فالحين تصدق حسسني عرفت انه هو اصلا كان. طب انا بدي اسالك محمد سؤال، شو هي المسؤوليه اللي بتقع على عاتقك كاول مغني روك او عازف روك في الامارات؟ شو تحس؟ شو شعورك؟ المسؤوليه اللي احسها ان اول شيء لازم اراوي الكل ان الروك يعني مثل ما يقولون ان لا تحكم على الكتاب من الغلاف. فنفس الشيء الروك، ان الناس يشوفونه من برا يقولون هذا حشره، يشوفون واحد يعني على المسرح او على الستيج قاعد يعني بس قاعد يعبر عن نفسه بطريقه شويه قويه، يقولون لا هذا مثلا غجري ولا شيء. لا صح.
فبس بوصل الناس انه هو فقط فن، تعبير عن النفس، تعبير عن الحاله، تعبير عن الاحساس. صح. وفي نفس الوقت توصيل رساله من خلال من خلال يعني الاشياء اللي مر فيها هالشخص. فبس ابى اوصل للناس انه في النهايه هذا فن، وفي النهايه هالفن يخدم المجتمع، يخدم اي حد يمر باي شيء صعب ولا باي شيء مو زين في حياته. يعني تقدر تتقبل انت اي قضيه في هذه الدنيا وتقدر تكونها وتسويها مثل الموسيقى او تعزفها، تكون توصل للناس اسرع يعني. انا اكثر الاغاني اللي كتبتها كلها تتكلم عن هالاشياء. كلها عن الاشياء اللي يمر فيها الشخص، او ضد التطرف، ضد العنصريه. اكتب بالعربي؟ كله بالانجليزي. كله بالانجليزي. بس انا عندي خطه اكتب بالعربي الفصحى على اساس ان ابدا اسوي شيء مثل ما كان يسوون ايام سبيس تون. قريب ان شاء الله. وان شاء الله ناوي انزل البوم يكون فيه ميكس عربي وهندي. وهندي حلو. ويكون روك يعني في النهايه. حلو، بيعطي ايقاع كثير حلو. محمد، قد ايه ساعدتك يمكن السوشيال ميديا والتطور والتكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها لحتى توصل موهبتك لفئه اكبر من الناس، توصل رسالتك كمان؟ ان السوشيال ميديا كيف ساعدني في هالشيء؟ طبعا بشكل كبير. انا بديت في السوشيال ميديا اصلا قبل لا يعني ابدا، قبل لا اقرر اني اسجل البوم ولا اروح ابدا اعزف قدام الناس، بديت كله في بديت على الانستغرام. فمن هناك شوي شوي يعني شفت، يوم شفت الناس تشجيع الناس على هالشيء، هالشيء اللي خلاني اثابر فيه اكثر واحط طاقتي فيه اكثر وقتي فيه اكثر. ذكرتني يمكن بشمع حمدان، بداياتها كانت مطلوبه شمع حمدان كحد يعرفها، يمكن بدت بالسوشيال ميديا في البدايه الناس عرفوها، بعدين فازت ببرنامج غنائي وصارت الحين هي. بس انت الحين شوقتني اني اسمع منك اغنيه بالانجليزي. وانا والله ان شاء الله. يعني شيء من تعريفي ولا اللي بدك اللي انت بتحبه؟ It could have been worse. My time is not today. The crumbling sound will slowly fade away. I felt the air blown. My hands begin to shake. The whispering sound will slowly start to pray. 'Cause everyone needs someone to hear them out. The shivering walls you down and eats you up from inside. Just try to live your life. هاي من كلماتك ولا؟ هذه أغنية تأليفي. نعم. ما شاء الله، هاي تأليفك. وتلحينك اكيد. نعم. ما شاء الله. شكرا. يعني عن جد يمكن بالضبط هي. يعني اذا في مجال اتكلم عن الاغنيه بس بسيط. بس الاغنيه انا كتبتها لان كان عندي صديق كان يمر ب شيء يسمونه بانيك اتاك وانكزايتي. فدائما كنت اشوفه يعني يمر بهالشيء، ولا مرات يتصل فيني يعني لانه وايد قريب منه. فهالشيء خلاني اقول اوكي انه ليش انا ما جربت هالشيء؟ ليش ما مريت في هالشيء؟ ولا يمكن انا مريت في هالشيء بس ما عرفته. فدائما يكون في سؤال ان انت تمر بشيء مزعج بس ما تعرف، ما تكتشفه، فهالشيء وايد يكون صعب، خاصه اذا تكون بروحك انت اللي تمر في هالشيء. فهالشيء اعطاني الشغف ان اكتب هالاغنيه، لان شفت بعد وايد ناس يمروا بنفس الشيء. ولا لاحظنا حتى كلماتها مفرداتها وايد سهله، الواحد يمكن يقدر يسمعها عكس الروك اند رول احنا نسمعها مرات في اللغه الاجنبيه كان يكون كلام وايد صعب بالنسبه حقنا، او حتى كمان نقدر نسمعها عدل. يعني لاحظت فيك كلماتك كانت وايد هاديه ومسموعه وتوصل للقلب والعقل. صحيح صحيح. انا هذا كان تفكيري اول ما قلت اني ببدا اكتب اغنيه، ان انا بعد كنت في نفس الوضع هذا، ان اسمع بعض الاغاني اقول اوكي صعب شوي افهم. فقلت انه يعني كل الاغاني اللي بكتبها دائما بخليها تكون مفهومه، يعني حتى النطق يكون سهل ودائما اللي يسمعها بيفهمها. فها هو يعني واحد من الاشياء اللي انا حطها قبل لا ابدا اكتب الاغنيه. طب هلا يعني محمد ما شاء الله مجموعه مواهب، بتلحن، بتعزف، بتغني وباكثر من لغه، يعني ما شاء الله عليك فنان متكامل. سمعت انك طبعا قبل شوي حكيت عن البومك اللي راح يكون فيه هندي كمان. أيوة. قبل ما تعزف لنا شيء هندي، احنا بنحب نتشكرك على وجودك بصباح الخير يا وطن. طبعا ختامها مسك زي ما بنحكي، انبسطنا كثير فيك وبعزفك وبادائك. شو بدك تسمعنا على الختام؟
تبون هندي على ما اعتقد صحيح؟ ورح نيجي نصور كمان يلا لا تشوفونا هندي طبعا. هل الاغنيه مشهوره في كل مكان؟ اكيد نعرفها اكيد. هم تيري بنا برهنا هي سكتي تيري بنا كيا وجود ميرا تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا کیونکہ تم ہی ہو اب تم ہی ہو زندگی اب تم ہی ہو چین بھی میرا درد بھی میری عاشقی اب تم ہی ہو